البخاري رقم الحديث في هذه الطبعة المجلد الرابع رقم الحديث سبعة آلاف وثلاثمية واثنين وأربعين قدح رسول الله القدح الذي شرب فيه رسول الله القيمة هذا القدح لامس شفتي رسول الله صلى الله عليه واله. يختلف عن بقيه الاقدار. يقول في هذا الحديث: قدمت المدينه ابو برد فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: اكو ذخيره عندي في بيتي، انطلق الى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله أي أعظم هدية من أعظم الهدايا تعال إلى بيتي قدح عندي شرب فيه رسول الله تعال اشرب منه صلى الله عليه وآله وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله الذول إذا كانوا يتمكنون حتى مسجد النبي كانوا يهدمون ما يتمكنون يخافون يستعملون التقية من المسلمين يقولون تقية ماكو هم يسوون تقية والا قبر النبي كانوا يجعلونه قاعا صفصفا كانوا يفجروه بالديناميت كما فجروا قبور ابناء النبي صلى الله عليه واله بس يخافون من المسلمين مسجد رسول الله له عظمه قدح رسول الله له عظمه فانطلقت معه من يقول ابو برد يقول انطلقت مع عبد الله بن سلام فانطلقت معه فسقاني سويقا واطعمني تمرا وصليت في مسجده البخاري مجلد اثنين صفحة ثلاثمية وثمانية وثمانين رقم الحديث ثلاثة آلاف وثلاثة وخمسين يقول سمعت أبا جحيف بعد ذكر السند قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وكذا وكذا وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم ياخذون يد النبي صلى الله عليه وآله يتبركون بها قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فاذا هي ابرد من الثلج واطيب رائحه من المسك. باب اكو في البخاري في كتاب البخاري باب في صفحه 277 من المجلد الثاني باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه واله. وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك اصحابه وغيرهم بعد وفاته هذا باب مستقل في كتاب البخاري رقم الحديث ثلاثة آلاف ومية وستة إلى ثلاثة آلاف ومية واثنى يؤمنون بصحيح البخاري لولا يؤمنون بهذه الأحاديث لولا يؤمنون بالقرآن الكريم لولا القران الكريم يقول اذا كان واحد منهم في ذاك الوقت شنو كان موقفه؟ يقول نبي الله يوسف يقول: اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا. ويقول في ايه اخرى: فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا ثوب يوسف قميص يوسف اذا كان واحد لا لا شرك هذا هذا حرام كان ينهى نبي الله يوسف وينهى نبي الله يعقوب عن ذلك ابعدوا هذا الثوب Oh!